يا يعني والله بالجميع معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. واحد من الشباب ارسل لي هذه الصفحه على تويتر، واللي من شكلها او من صوره العرض تبعهم يعرف انه الصفحه دي فيها مصايب كثيره او فيها ماضي اسود للمسلسلات الخليجيه والاشياء الخليجيه والعربيه بشكل عام. اسم الصفحه ديب ويب الخليج. انا لما قريت ديب ويب الخليج توقعت انه بشوف اشياء مرة خطيرة ومفروض ما حد يشوفها، بس لا، اكتشفت انه يقصد ديب ويب المسلسلات الخليجية، الماضي الاسود للمسلسلات الخليجية، الماضي اللي يجيب الهم للمسلسلات الخليجية كتابة واخراجا وتمثيلا وكل شيء. فخلونا نشوف ايش عندهم ذول الصفحة وايش الاشياء اللي قاعدين ينزلوها من ماضي الهرجة. اوكي، نبدأ بالفيديو الاول. الو؟ لا لا ما صدق. لا صدق. انتي؟ أنا ودي أعرف أنتي الحين تختفين مرة واحدة كذي وفجأة تظهرين، وين تروحين؟ أنا ما اختفيت، بس ظروفي كانت صعبة شوي وما قدرت أتصل. إنزين، ممكن أعرف شنو هالظروف؟ طبعاً ممكن، بس مو الحين. عيل متى؟ كل شيء في أمانه. أنت ليش تحبين تعذبيني؟ أنا أحب. يا جماعة، أحد ملاحظ إنه البنت اللي في الخط تجاوب بسرعة مرة كأنها قاعدة تقرأ من ورقة؟ اسمع. كانت صعبة شوي وما قدرت أتصل. إنزين، ممكن أعرف شنو هالظروف؟ طبعا ممكن بس مو الحين. عارفين حاطينها في الجهة الثانية. يلا اقري له النص. طبعا كل شيء في أمانه. دوب يتكلم، منتظرته متى يخلص عشان تقرا السطر. مين داري ايش قاعد يقول؟ انا حبيبي انت. يا الله يا جماعة، اقسم بالله شيء مستفز. انا اتمنى يا نوانس تكوني صريحة وياي. صريحة يا احمد؟ انا راح اكون صريحة معك. صدقني تمام، لاني انا انسان احب الصراحة. شوفي، انا مثل ما قلت لك، انا ريال متزوج وعندي بنت، وهم اللي عرفته منك هم انت متزوجة وعندك عيال، مو عدل؟ عدل. سؤال للكاتب، وش تحس فيه؟ زين، سؤالي الحين، هل انت مرتبطة مع احد ثاني غير ريلك؟ يعني اقصد لك علاقة مع احد ثاني غيري؟ صدقني يا احمد، غير ريلي وانت يا ابويا متزوجة وانت متزوج، ايش قاعدين تسووا يا كاتب؟ أنا ما عندي أحد ثاني، صدق كان لي علاقة بواحد قبل أعرفك، بس ما استمرت علاقتنا وكل واحد منا راح بطريق. تدرين ليش سألتك هالسؤال؟ علشان ما أحب أحد يشاركني في اللي أحبها. وبعدين صدقيني يا نوال، أنا صدق إذا حبيت أخلصت، والأيام اللي يا زق روح حب زوجتك يا عيال. أوكي، البيوت تسرار، ممكن تكون في علاقات زوجية خرا، بس اكتبها صح. الله قلت لك صحة كلامي. وأنا بعد يا أحمد، ما أحب أحد يشاركك فيني، أبيك حقي أنا وبس. ويا ويلك إن طحت عليك تحاكي وحدة غيري. يا ثورة، متزوج بيخلص من عندك ويروح ينام مع زوجته. يا عيال أقسم بالله مستفزين الكتاب الخليجيين. زين، شو بتسوين إذا لقيتيني حاكي وحدة ثانية؟ راح أنسيك اسمك، أنت بعدك ما عرفتني عدل. يا سلام عليك يا نوال، تصدقين أحب المرة لما تغير؟ ايش حس بالك فوضى؟ زوجتك وبس، واحدة ثانية لا. والله احتاج لاشرب مويه لانه كرنج سبب لي جفاف. يا اخي والله شيء غريب انه ذي الاشياء كانت تعرض في التلفزيون، لا ومكتوب فن دراما خليجية. وين الفن؟ وين الدراما؟ ما رد عليها. ليه اخليها ايش؟ تدور وراي يمكن بعد تجي لين تدق بيتنا كانت تعذب البيت. خف علينا. الله عليك، هذا واحد واضح انه ايش طبقوه هو ايش؟ قاعدين يقولوا له كيف تسوي بالبنات وقاعد يقول لهم ما رد عليها. لين اخليها ايش؟ What is going on؟ قوة سلامة. هذا واضح انها سكرتيرة اللي مخرفنا مدير الشركة وبتبوق حلاله وبينقل الشركة باسمها وبعدين تسرقه وينجلط ويطيح في الكرسي كذا. هلا بلوان، ايش هالجمال هذا؟ شدنا يا خروف، اثقل شوي. يوم عن يوم كل ما ارجع ازيد الحلاوة، اللي اشوفك ما يقول عندك عيال متزوجة. يلا عاد سليمان، قول ما شاء الله وامسك الخشب وبعدين قصر حسك لحد يسمعنا. حاضر. يا جماعة والله ما أتحمل الكرين، ما أتحمل الفوضى دي. أنا من زمان قاعد أقول ما شاء الله على هالجمال الفتان. زين، هاك الأوراق هذه وقعها قبل لا يشوفنا أحد وياخذ عنا فكرة. أوقع أبوها؟ زين، أقدر أشوفك باكر؟ لا باكر أنا ما أقدر، أنا وعد الأهالي أطلعهم. زين حبيبتي متى هي؟ حبيبتك؟ صار لنا أسبوعين ما طلعنا. اوكي، انا وعدك الاسبوع الجاي راح اطلع معك.
بالله يتهبها بي يا شيخ، بالله الله يهب لكم مصيبة يا ثقال الدم. الحين اوكي؟ ابي اتنفس. انتهى المسلسل ترى يا جماعة، خلاص انتهى المسلسل ترى، خلاص هذه الحلقة الأخيرة كانت. متحرش يا اخوان متحرش. والأخير وياك ما تقول ايش تبي مني؟ ممكن نروح مكان اهدأ؟ طبعا لا، هني قول ايش عندك. قلت لك اعطيني من وقتك شوي. يلا اعطيتك. الحين هذا الصوت طبيعي ولا معدل يا عيال؟ يفترض انه معدل بس على انه هي صوتها غريب في المسلسل صح؟ What is going on؟ حاولت اقنع نفسي انك ما بتكونين لي، انك ارفع مني، لكن ما قدرت. شيء ما فهمه يسحبني صوبك وخليني احس اذا ما تشوفك يوم. لاحظوا الزومة دخل في خشمه، بيكون ما له معنى. دخل في خشمه المخرج. الله خلاص جاب راسها يا عيال بالكلام ذا. اها صفته بعد. اوكي 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 والله يا جماعه صداع صداع صداع. مليت من هالشغله. اليوم علي طافت مدور له هذي مع بعد. ليش معتين عليك؟ لان في وحده مسافره وكان المفروض هي. اوكي واضح انه صوتها كذا يا جماعه. زين اهدي تعال انت غدا. ما له خلق يبلع. لاحظوا لون يدينها بسم الله ما شاء الله، شوفوا لون وجهها كذا. مسك واحد مسك راسها وحطها في كيس دقيق ورجعها وقالها يلا انطلقي المشهد جاهز. بنام. السيد وليد معصب ما يبي يتغدى، انا اتغدى مع منو؟ ترى صدق ما لي خلق اضحك. خلاص وش دعوه؟ ولا تحط الغداء. يلا نتغدى يا حبيبي. حتى تعديل الصوت زي الخرا يا اخي اقسم بالله. ذوق البسبوسه اللي مسويت لك اياها. حلو يا البسبوسه، حلو يا الحوار، حلو يا السالفه. مشكور حبيبتي. احنا وش بنا على البنت ذي يا جماعه؟ ايش رايك؟ خوش بسبوسه. تسلم ايدك يا هند. الله يسلمك. مو طبيعيه البسبوسه. الله البسبوسه حلوه البسبوسه. لا 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 بس ما اقدر، حرام عليك. يلا الحين سولفي. تعرفين خالد رفيج ناصر؟ خالد ما غيره؟ اي خالد. اي عرفته. ايش فيه؟ يبي خطبني. امبا ايه؟ اي والله. إذا مو صدق زي لي خوش ناصر. الله مبروك يا رشا، فرحتي يا أخي. يا أخي والله أسئلة كثير في بالي. يعني اللي كانوا يشرفوا على العمل والممثلين والمنتجين والمصورين، أليس بينكم رجل عاقل؟ إنسان عاقل يقول لا اللي قاعد يصير غلط، لا تمثيل لا نص لا كتابة لا إخراج. بسبوسة حتى بسبوسة، خلي بسبوسة حلو البسبوسة. اوكي هذه واضح انها الشوغر مامي تبع المسلسلات حقنا زمان. امبي لا مي نفسها، هذه واحده ثانيه صح. العب ولا شيء. دقيقة كاملة مشهد كامل تولع سجارة وتشرب، ايش الفائدة؟ ايش الفكرة؟ لا انا اللي فهمت شخصيتها، لا انا اللي عرفت ايش تفكيرها، ما في اي شيء كذا. دقيقة كاملة من جواد العلي يا قدمي. خلونا من جواد العلي ونشوف ايش البقعة الثانية هنا. الف الف مبروك يا دكتورة، الله يتمم عليك بخير. يا ما تصورين انا ايش كيف مستانسة علشانك. كلنا عارفين انه العروسة ذي مش مبسوطة بزواجتها، العروسة ذي مرة ما تبغى تتزوج، كلنا شايفين الا اللي حولينها قاعدين يباركوا لها سبحان الله. أدل.
اوكي طلعت انا مش فاهم من كثر ما النص مضروب طلعت حتى ماني قادر استشف الواضح. اخ مبروك يا اختي مبروك يا اختي. ليش يقولها كذا؟ ليش قال انه متاثر؟ شوفوا 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 متاثر يا جماعه عطاها. مبروك على الشانه. ممكن صورة؟ اوه ماي جاد يا ظريف. حتى ما صور يا جماعة ما صور. والله ما اقدر والله ما اقدر ترى تجيني حموضة القولون اشياء كثير. هذا خوينا هذا خوينا اللي وليه على البحر اللي متزوج وهي متزوجة. شو اخبارها من زمان ما بين؟ تدري انه راح يسافر؟ شلون؟ الله يلعن النكد اسمع النغمة الجيب الهم. منو؟ ما ادري رقم غريب. زين شلون رديتي عليه؟ شلون رديتي عليه؟ ما ارد على ارقام غريبه. ما ترد على شوف الكت. منو؟ شوف التنقل بسرعة. بين المشاهد تخيل اللي ماني راده عليه من عيوني. لا قاعد انا ارد عليه. ترى دوختنا انت وبعدين معك. دوختك يا جبان؟ انا جبان؟ صدق ما تسعى على وجهك. انا اوريك. انت توريني؟ انا الحين زوجها. اقول اللي ما طوله بيدك واصله بريولك ويلا قلب وجهك. من هذا اللي من يوم قاعد يدق علينا ما تقولين لي؟ وانا ايش دراني؟ وبعدين انت شلون ترد على التليفون؟ مو يمكن يكون زوجي هو اللي متصل؟ لا زوجك، لو زوجك كان من يوم رديتي عليه، يصير خير يا نواف. يصير خيرين بعد. ايش التصعيد؟ ايش فيه؟ تدرون يا جماعه واحد من الاشياء اللي تخلي الاعمال دي كانت تستمر زمان انه ما كان في اي احد ينتقدها، ما كان في احد يقول لهم احا، ما حد كان يقول لهم عيب، اللي قاعد يصير ذا غلط ما يصلح، اللي قاعد يصير ما في ما حد كان معطيهم وجه، والتلفزيونات جالسه تعطيهم فلوس وتعرض مسلسلاتهم الخايسه، ليش لا ليش نوقف؟ استمر في القرف، استمر في السماجه السباله، لا ها خذ لك. لازم تعرف اني بنت ناس نسايبنا معروفين. امبي على نسايبكم المعروفين صبوا بعدين ما عاد لا فائده. مشهد من ما من امه فائده. قفل الباب. مو قفلته. انزل ولا لابتوبك. ليش خلصيني وين لابتوبك؟ اوف 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 تبي لابتوبي؟ ايش تبي بلابتوبي؟ فوز ايش تبي بلابتوبي؟ اسمع 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 تبي بلابتوب. مره ثانيه فوز ايش تبي بلابتوبي؟ لابتوبي وين اللا؟ وين اللا؟ الله وين اللا؟ شنو باسوردك مال فيسبوك؟ ليش؟ خلصيلي قولي شنو الباسورد داك في رمتك بالقاع. ماني قايله. بتقولي لي وغصبا عليك بعد. ماني قايله وبعلم امي وابوي عليك. نوراء ان ما قلتي لي شنو الباسورد بتشوفين مني شيء عمرك ما شفتيه. ماني قايله. يمه يمه خلاص يمه 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 يمه. شوفوا 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 بالله ركز يبا. وكمل المشهد ترى يعني لكم ان تتخيلوا المخرج لما اعطاها النص وصلت هنا يما يبا يما يبا يما يبا. انا ذنك ما استاذن. لحظه ابي شي موضوع مهم. خلاص يا عيال انا بصعد الدار. لا صبر انا بكم انتوا الثنتين. اوه زوجاته. تفضل سريع. عنده اجتماع مع زوجاته اللي ما هم طايقين بعض. تفضل استريحوا هو بيجلس بعيد هناك. ليه؟ ليش؟ ليش تجلس بعيد هم هنا؟ ليش؟ ليش؟ شوفوا 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 وين جلس هم وين؟ لا 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 والله مو معقول يا جماعة لا 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 والله ما ادري. شوفوا اللي يجي قولون بعد الفيديو ذا يحط ديسلايك، اللي يجيه اي مرض بعد الفيديو ذا يحط ديسلايك. وبعدين معك انا مو كم مره قالت لك لا تكلمني بهالاسلوب. انا ماني خدامه عندك. بعدين عيب احنا قاعدين بمطعم محترم. هاي يا جماعه. هاي اهلين شلونكم؟ سلمك وينكم ما تنشافون الا بالصدفه. الله وين بتروح؟ وين حاسب مكان خنقني ابي اروح. الله 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 فهد اي خنق الله يهداك. فشت الناس هاي بنقعد وياهم. ايش فيك انت ما تستحي ماكو ذوق؟ ليش تحرجني شي مع ربعي؟ الحين انا عرفت ليش جايبتني هالمكان. ليش يا دكتور؟ لانك عارف ان الاستاذ هيثم دائما يهني. امبي فهد تراك مسختها وانا ماني قادره اتحملك اكثر من كذي. طلجني. وين عايش؟
ما تفهم؟ أنا ما أفهم؟ كف تك الكف الخليجي ذاك طرباح. قصدك يعني؟ قلت إنك خرب كل شيء بنا بسبب عقليتك المتخلفة. الله طبعا هذا مش فهم طبيعي أبدا. ها لعبة في حسبته هي وال يا ساتر. تعالي فكي غيدي، ايش قاعد تسوين هناك؟ نادي اسمع الكلام. ناديه ناديه تعالي فكي غيدي، وجان بلغش مره. تذكر ايش قلت لك ولا اذكرك؟ ناديه انت عن شنو قاعد تحكين؟ قلت لك إذا مديت يدك علي مرة ثانية بكسر أصابعك. الله 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 تذكر؟ الله 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 نادي أنتي ش تبين تسوين؟ شش وراها مطرقة قبل. والله ما أقدر. آه يا بطني يا قولون، أنا ما عندي قولون، جاني قولون ضغط سك يا عيال. لا لا والله لا والله بس كفاية كفاية. لا لا كفاية كذا كفاية. لا والله الله يقلع بليسك يا شيخ اللي أرسلت لي الرابط ذا. والله يقلع ابليسك اللي ارسلت لي رابط الصفحه ذي. اح الكرنج. ترى علمكم يا جماعه الاشياء ذي في زمنهم كانت مره واو، وكانوا يشوفوهم شيء مره اسطوري. انا ماني عارف يعني ما كان في خيارات، ما في الا اي شيء. اي واحد مو شرط تعرف تمثل، ترى تعرف تقرا، بس تعرف تقرا مو مشكله، وتعرف تحفظ احفظ. نوفي بابا ماما يما يبا طلجني. انا الحين بسالك، انت الحين متزوجة وانا متزوج، انت عندك عيال وانا عندي عيال، بس ما تعرفين احد غير. المهم يا جماعة الخير، مدري والله استحي اقول لكم حطوا لايك على الفيديو، والله استحي. عيب عيب. ايش ذا؟ ايش الفوضى اللي شفناها ذي مع بعض؟ يا الله. كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.